حط آيتين معروفين قوي: من عرف فكر الرب أو صار له مشيرا. مش هنهرب، لكن اللغز ده مع الوقت بيتفك. وأنا عشان بس دي الوقت عندكم، أنا كان عندي شاب في ثانوي من 20 سنة أو 15 سنة، فعجالة يعني مش هتضيع وقتكم فيها. الولد ده حصلت له مشاكل عنيفة جدا في ثانوية عامة، مامته راحت السما من غير سبب، من غير أي سبب، ما كانش فيه مرض، وإلى أخو أحداث صعبة صعبة صعبة، وسقط ثانوية عامة ودخل معهد مع أنه كان متفوق جدا وكان المفروض في طريقه لكلية الطب، وهو إلى آخر. طول الرحلة وأنا معاه هو عنده سؤال واحد بس: ليه تسمح أن ماما تاخدها في الوقت ده؟ ليه تسمح الدنيا تتدربك في الوقت ده؟ وصدقيني كل الأسئلة اللي كان بيطرحها ربنا جاوب له عليها على مدار السنين. الولد ده دخل معهد وجاب تقدير وراح كلية، النهاردة مدير في بنك استثماري في أمريكا. الله. وكل الأسئلة اللي كان بيتساءل عليها كان لقى لها إجابة. لقى لها إجابة. ما عرفش تلاقي حد من العيلة يقول له كان في مرض وراثي، ماما لو كانت عايشت كانت هتتبهدل، كل حاجة اتحلت. بس وقتها انت مش فاهم حاجة. حضرتك بتركز على نقطة مهمة جدا وبتقابل كل واحد فينا، ان اوقات تحصل مشكلة او ضرب كبير في حياتنا مش شرط يكون في إجابة. يعني مش شرط ان حضرتك كنت خادم بتاعه وتقعد تقول له الإجابة كذا وكذا وكذا وكذا، او ان انا بتكلم عن الله وبقول كذا وكذا وكذا، يعني مش يعني ستفهم فيما بعد. يعني احيانا كتير صعبه جدا في حاجات انت ما تقدرش تحلها زي امثله، بس هو بقى العشره، حته ان ربنا مش نائم في حياتنا، العلاقه والعشره بيننا وبين ربنا بيدي هدوء وسكينه. برضو انا واثق، يعني هو حد كان فاهم في عرس قنا الجليل راحت العذراء قالت لهم ايه؟ مهما قال لكم ففعلوا. مهما، مفيش شرح. يعني ساعات انت تحرم ابنك من ايس كريم او من شوكولاته، طفل 5 6 سنين مش هيفهم. هيفهم كلمه زور والتهاب وسن والجو والبرد، هتشرحي ايه؟ اسمع الكلام وقول حاضر وخلاص. بس هو بيحبك. وعشان هو بيحبك وعارف ان انت بتحبيه راح مسلم في الاخر حتى لما عيط. صحيح. فاحنا نعيط لربنا بس عارفين انه بيحبنا. ربنا لما بيلوم الانسان او زي ما انتهر التلاميذ: ما بالكم خائفين يا قليل الايمان. زي ربنا بقى بيعمل معنا دي؟ يعني ساعات احنا بنستحملش مننا كده في بعض الناس مع بعضها، ما بحبش حد يلومني على حاجة حتى لو أنا غلطان فيها، لكن هنا ربنا انطهر التلاميذ في الأول وبعدين تدخل وانطهر الريح، يعني لمهم وبعدين حللهم مشكلتهم. وهو ده جمال ربنا، أنه حتى لما بيقرص علينا سنة أو لفايدتنا، ساعات ربنا بيدي قرصة صغيرة كده عايز يظبط حاجة فينا. بس كل واحد باللي يقدر زي ما انت قلتي يستحمل. أيوه. في واحد يجيب قرصة، في واحد يجيب بصة عين، في واحد يجيب كلمة، لكن ربنا حنين وعارف كل واحد فينا هيحتمل. يعني زي ما بيقول الكتاب: ما يديش حد فوق طاقته من التجربة. بس بعد كده بيعمل إيه؟ بيتدخل كأب وبيحلها. الجميل حتى في تدخل ربنا تلاقي ربنا حلوله عجيبة قوي، وانطهر الريح. والتعبير المذكور في الآية بعديها: حصل هدوء عظيم. ياما في بيوتنا تلاقونا الدنيا مقلوبة قوي والدنيا مولعة، وفي الاخر تلاقي ربنا بحل عجيب. صحيح. دخل سوسانة، يعني مش هنحكيها كلكم عارفينها، اتحلت بطريقه ما تخطرش. حته صغير فتى اسمه دانيال، بعد ما البنت كانت رايحه تساق الى الموت ومنهاره، في ثانيه ربنا حلها وحصل هدوء وبحل بسيط، حل غير منطقي. هو ما يجيش